يعني عم نحكي عن السبانخ. نعم. واللي دائما بننصحها للصغار والكبار وبنقول انه بتقوي الدم مثل ما هو دائما شائع، ولكن خبريني يعني عن فوائد السبانخ من صحيا وطبيا. اهم شيء بالسبانخ لازم نعرف انه هي غنيه بالفيتامين A وE. والفيتامينز A خاصه كثير مفيده للنظر. نعم. فانا لما اكون عم باكل السبانخ بكون عم بقوي نظري، عم بقوي الدم عندي، وطبعا مفيد كثير للصحه. نعم. اضافه للسبانخ بدنا نحكي انه في كثير اشخاص بيتناولوها مطبوخه، وفي بعض الاشخاص بحبوا يتناولوها نيه بالسلطه. نعم. اثنيناتهم عندهم فوائد غذائيه. هلا بالنسبه للطبخ، نحن بنكون عم نكسر الفايبرز بالسبانخ ونعرضها بطريقه اسرع على الجسم. نعم. بيكون امتصاص الفوائد اسرع. بينما بالسلطه كمان في استفيد من الفيتامين A لما احط لها زيت الزيتون. بكون عم بستفيد من الامتصاص اسرع للفيتامين A بوجود زيت الزيتون. جميل. طيب والبعض كمان بيروج عبر مواقع التواصل الاجتماعي لانه صارت كانه مصدر للمعلومات. صح. لدينا. صح. انه السبانخ بتكسر دهون بالجسم، هل هذه المعلومة صحيحة؟ خاصة انه الكثير من نجوم يعني مواقع التواصل دائما بيجيبوا ديتوكس المشروبات ديتوكس بيكون فيها سبانخ كعنصر اساسي. ما بتكسر الدهون ابدا، ما في شيء بيكسر الدهون الا الانزيم الموجود بالاناناس البروميلين والرياضة. نعم. والحمية اللي هي قليلة السعرات الحرارية للجسم. بس بالنسبة للسبانخ هي قليلة السعرات. نعم. الحرارية، فأنا لما أحطها بالجوس بكون عم بعبي بطني بأشياء مفيدة وبنفس الوقت قليلة السعرات الحرارية. نعم. مشان هيك الأشخاص بيضعفوا على عصير السبانخ. نعم. بس أكيد أنا بكون عم باخد الفوائد الصحية من هذا العصير. نعم. يعني جنى كنت عم تحكيني تحت الهواء وعم تقولي لي أنه أنت بتنصحيني بسلطة السبانخ مع الفراولة. نعم. كأنه. نعم. خبريني عن هالسلطة، خلينا نخبرها للمشاهدين. أنا بس حط الفراولة نية بالأكل، أنا بدلني عم بستفيد من مضادات الأكسدة بجسمي لمدة 24 ساعة من هالفراولة. نعم. فأنا لما أدمج الفراولة مع السبانخ بكون عم الغنية بالفيتامينات. نعم. بكون عم دوبل هذه عملية الامتصاص وعم حافظ على الأشياء الغذائية اللي أنا امتصيتها لجسمي لمدة 24 ساعة. نعم. حلوة. نعم. كتير هالمعلومة. نعم. ولكن خبريني يعني أنا إذا بدي أحضرها بالبيت أنا الطرق تبع طريقة تحضيرها. جدا 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 سهلة. نعم. أهم شيء نغسل كتير منيح السبانخ. نعم. فينا نقطعهم وفينا إذا جبنا السبانخ الصغيرة اللي هي بيبي سبينتش فيها حطها مثل ما هي. ما ضروري اقطعها. واضافه لهذا الموضوع بقطع الفراوله وبضيفهم فوق السبانخ، بكون محضره الصلصه اللي هي جدا هينه. بنحط زيت زيتون. نعم. خل البلسميك ورشه حبوب الشيا. لما احط حبوب الشيا بالسلطه انا بكون عم زيد نسبه البروتيين النباتيه بالاكل. نعم. رح خبرك سر عن حبوب الشيا. تعتبر من البروتينيات اللي هي كثير مهمه لل جنود بالايام القديمه للحرب. كانوا ياخذون البروتين. نعم. نعم. لانه بتعطيهم طاقه وبتعطيهم بروتين بنفس الوقت ومنها ثقيله بالوزن. فحبوب الشيا عندها تاريخ كثير حلو للقيمه الغذائيه تاعيتها وللاستعمالات تاعونا. وقد ايه فيها سعرات حراريه حبوب الشيا؟ مش كثير فيها سعرات حراريه، بس انا ما بنصح انه ناكلها بطريقه كثير كميه كبيره. بيكفي بالنهار ملعقه من حبوب الشيا، يا اما بدوبها بمي سخنه وبشربها. نعم. يا اما بحطها على السلطه. والحلو بحبوب الشيا انه انا اذا بحطها بمي بالبلندر بتصير مثل الجلو ومثل الجيلاتين، هي بتبق الجيلاتين تاعيتها وبتكمش. صحيح. ونحن بنشوفها كثير هلا حتى الحلويات بالجارز. نعم. تبع الحلويات بنلاقيها انه اخذي حيز يعني. صح. كمان مهم. ولكن شو السبب انه عم تقولي انه ما لازم كمان استخدامها بشكل كثير كبير يعني كرمال كمان المشاهدين يعرفوا قد ايه قدرت استخدامها؟ ممكن تزيد السعرات الحراريه بالاكل بطريقه مش معروفه كثير. نعم. يعني في بعض الاشخاص بيزيدوا على السلطه فور اكزامبل الأفوكا. الأفوكا هي عالية السعرات الحرارية. وأنا بعتبرها مثل الزيوت. نعم. فخلينا للسلطة إذا نحن بدنا نضعف ما كتير نزيد عليها الدهون، أنا شخصيا بفضل نزيد عليها زيت الزيتون. نعم. لأنه زيت الزيتون بيسهل امتصاص الفيتامينز مثل الـ A والـ E من السلطة بالجسم. طيب السؤال، لأنه دائما أنتم أخصائية التغذية بتقولوا أنه
يعني بتوصلوا لمحل اذا كان شخص جسمه منيح بتقولوا له انه فيك تاكل كل شيء ولكن بحدود معينه. نعم. للشخص اللي بده يمشي بنظام غذائي صحي، هاي السلطه اللي عم تحكي عنها سلطه السبانخ مع الفراوله، قد ايه في يعني ياخذها او قد ايه الكميه الصالحه للاستخدام اليومي؟ انا على طول ما بحدد كميه السلطه للاشخاص اللي بيجوا لعندي على العياده، لانه بامن انه نحن اشخاص بحاجه لناكل اشياء نباتيه واشياء صحيه. نعم. فكل ما هي كانت مفيده انا بالنسبه لي فينا ناكل فيها، يعني عقد ما نحن بنشبع. اوكي. بس في اقول لك انه انا كل واحد كوب سبانخ او سلطه سبانخ بالفراوله تقريبا بين 35 وال 40 كالوري اذا نزل لها ملعقه صغيره زيت زيتون. نعم. أوكي. طيب والسبانخ هيك كسؤال ايضا، السبانخ بشو بنقدر كمان ندمجها بطبق يقدر يعطينا كمان وجبه غذائيه غنيه ومفيده؟ انا كثير بحب السبانخ مع الفطر. الفطر خاصة فطر الشيتاكي لأنه عنده مفرش طبعا مش المعلب، عنده قوة أنه يحارب مرض السرطان. الفطر الشيتاكي اللي بيكون هيك كثير واسع وبيكون هيك امرار فينا نجيبه مجفف. نعم. فينا نستعمله، فانا امرار بضيفهم مع بعضهم وباكلهم طبعا مع البهار البلاك بابر كمان بزيد البهار الاسود. يس، لانه كمان مضاد للاكسده. اها. يعني بدي اشكرك على هذه المعلومات القيمه لإلك مهندسه الصحه والغذاء جنى جردلي. اذا نبقى في مطبخ صباح النور ولكن مع شيف جوستاف وشيف نور وولا اشهى.